السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التمبليت. ما حدش تقدر إن إحنا فاتحين الأوتوكاد، لا إحنا لسه على العهد إن شاء الله في إن إحنا شغالين في البيم. التمبليت هو عبارة عن إيه؟ عن ملف فاضي ما فيهوش رسومات، بس فيه إعدادات، فيه السيتنج مظبوطة، فيه الليارات مظبوطة، فيه اليونت مظبوطة، مش هتقعد كل شوية تظبط فيها. في البلوكات الاساسيه متحمله في قلب الملف، مش موجوده في الرسمه بس متحمله جواه، تمام، بحيث ان انت اول ما تبدا شغل تلاقي كل حاجه مظبوطه. يعني تخيل ان انت مثلا هتبدا لوحه جديده، فاول ما تيجي ترسم مثلا في الاوتوكاد ما فيش لير اسمها وول، فتدخل تعمل كرييت للير اسمها وول، ما فيش لير اسمها ويندو، فتعمل لير اللي اسمها ويندو، هتلاقي بياخد منك وقت كتير قوي. تيجي ترسم بعد كده تفاجئ ان الوحده بالبوصه مش بالمليمتر، فتلاقي ان شغلك بيتعاد. طيب خلينا نقول له ملف جديد. لما انا بقول له ملف جديد مش بيديني اختيار دي دبليو جي، لا ده بيديني اختيار جديد اسمه دي دبليو تي، اللي هو دروينج تمبليت. دي دبليو اللي هي دروينج، والتي اللي هي تمبليت، بيبدا يديني دول. ممكن ان افتح اي واحد فيهم اعدل فيها. دي مثلا خاصه بالاركتكشر، دي خاصه لو انا هرسم مثلا حاجه في 3 دي، دي حاجه خاصه بالايزو، تلاقي الاعدادات متخصصه في الموضوع ده، وتقدر تعمل حاجه مثلا خاصه لشغلك في الفيلات، وتحط البلوكات اللي انت بتستخدمها في الفيلات وهكذا. دي فكره التمبليت، وهي فكره موجوده تقريبا في كل البرامج، حتى الوورد والاكسل والحاجات دي بتلاقي فيها ان انت تبدا شغلك بتمبليت، بيسهل لك شويه، بتلاقي الليارات المظبوطه، بتلاقي السيتنج مظبوطه، ممكن تعمل حاجات خاصه بك انت شخصيا، تمام. طيب خلينا نروح ل الريفيت ونبدا نشوف موضوع التمبليت هنا عامل ازاي. لما انا بقول له اوبن بيبدا يفتح لي الشاشه ديت، لان هو بيفتح لي ار في تي اللي هي ريفيت، اختصار ريفت، وشال هو الاي والاي، دي خاصه بملف مشروع، وملف المشروع يبقى تقدر تعمل فيه ورك سيتنج. الار تي اي اللي هو خاص بالتمبليت ما ينفعش ان انت تعمل فيه الورك سيت، الورك شيرنج، وان انت تخليه فيه ورك كذا ورك سيت. يعني لو انت عامل ملف ورك سيت وحاولت تسافر تمبليت هيرفض. ليه؟ لان هو بيقول لك دي ينفع تشتغل كسنترال، فالسنترال ما ينفعش تعمل تمبليت. طيب لو انا عايز اعمل سنتر تمبليت، لا اعمله ك ار في تي كملف مشروع وخليه فاضي والغي منه كل الشغل. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز نيو، فنيو بيقول لي افتح الشاشه بتاعتك تمبليت، تبدا تختار التمبليت بتاعك من هنا وتقول له كرييت نيو بروجكت، يبقى كده هيفتحه لي، ولما اجي سيف مش هسيفه ار تي اي، لا هسيفه ار في تي، ان هو سيف كمشروع، انما بروجكت تمبليت ده كده انت عايز سيفه كتمبليت. يعني هتعمل شويه تعديلات، تعدل في اليونت، تعدل في الليارات، تعدل في الحاجات اللي انت عايزها، وبعد كده تسيفه كبروجكت تمبليت، تمام. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اضيف واحده للقائمه دي كلها، يبقى في حاجه اضافيه لدول، فتيجي هنا وتقول له من فايل سيتنج اوبشنز، وهتقول له من الفايل لوكيشن، دي الحاجات اللي احنا شفناها بره. ممكن تقول له هنا اضيف لي ملف ار تي اي، اي ملف عندك ار تي اي، تمام، تقدر تضيفه عندك، يبقى عندك واحد جديد هنا. طب لو انا عايز اشيل واحد من دول هتيجي هنا اهوت وتقول له ريموف، يبقى دول اللي هم موجودين. بس عايز تزود اي حاجه خلينا نشوف المسار دوت اهو، واقول له اد فاليو، تمام، واقول له ضيف لي دوت، بس هلغي اخر حاجه اهو، واقول له فتح لي القائمه ديت. ممكن تقول له انا عايز اشوفهم كديتيلز، وتبدا تختار من القائمه ديت. لو القائمه دي عايزه تبقى معاك على طول فهتيجي هنا وتقول له اد كارنت فولدر تو بليسز، عايز اضيفه هنا، فيبدا يضيفه لك بالشكل دوت، بحيث في اي لحظه هتيجي هنا تبدا تختار. طيب فرض ان انت مثلا اخترت الملف دوت وقلت له اوبن، هيبدا يضيفه لك بالشكل دوت، يبقى موجود معاك. طيب دلوقتي اقول له اوكي وهقول له نيو، فهتلاقي ظهر لي هنا في القائمه كونستراكشن ديفولت متريك. طيب خلينا في اركتكشر تمبليت براوز، تقدر تختار حاجه مش من ضمن المجموعه اللي هي موجوده هنا لو انت حابب. طيب احنا دلوقتي هنفتحه كبروجكت تمبليت ولا كبروجكت؟ هنفتحه كبروجكت تمبليت ونبدا نعمل التعديلات بتاعتنا ونسيفها كبروجكت، تمام. دي فكره. في فكره تانية ان احنا اخر مشروع اشتغلنا عليه وحطينا الشغل بتاعنا عليه افتحه وابدا اعدل التعديلات اللي انا عايزها. يعني اخر مشروع اللي هو احنا شغالين عليه دلوقتي ممكن افتحه واسيفه ك ار تي، هنشوف الاثنين مع بعض. طيب انا دلوقتي اقول له بروجكت تمبليت، لو انا قلت له نان انا عايز ابدا من غير بروجكت تمبليت، فاول ما هيفتح يسالني انت هتشغل بان يونت، هتلاقيه تايه اصلا مش عارف هشغل بان يونت، مش هتلاقي شكل
الاسهم مظبوط، بس مش هتلاقي الاليفيشن دي موجوده. هو هنا بيفترض الحاجات الاساسيه ان انا عندي تو ليفل، ليفل 1 وليفل 2 تمام، وبيفترض ان ليفل 2 4 متر. طيب لو انا في الشغل بتاعي كل الشغل بتاعي مثلا 4200، يبقى تيجي هنا وتقول له ده مثلا 4200 تمام، وتسيف كتمبليت، تقول له فايل سيف تمام. هيعمل لك ايه؟ هيسيف كتمبليت. طيب ليه ما رضيش يسيف؟ لان الملفات دي محطوطه في فولدر ريد اونلي، بس ينفع تسيفه باي اسم انت عايزه في اي مكان، او تدخل على الفولدر ده تقول له لا الفولدر ده انا مش عايزه ريد اونلي، انا عايزه عادي. يعني تيجي على انجلش وتيجي هنا وتاكد ان هو مش معمول ريد اونلي، والملفات اللي جواه مش معمول ريد اونلي. ايه ريد اونلي؟ هو بيعمل ريد اونلي عشان محدش يعدل فيه الحاجات الافتراضيه بتاعه الشغل. طيب هنا بقى هتخش في الاعدادات. ايه الاعدادات اللي انا محتاج ان انا اظبطها؟ مثلا الوول. خلينا نبدا كده نفهم فكره التعديلات. انا عندي هنا الوول، لما جيت ابدا ارسم جاب لي الانواع دي من الحوايط. ممكن يكون انت عايز انواع تانية، او في انواع انت مش عايزها، تبدا تلغي الانواع اللي انت ما استخدمهاش كتير وتضيف الانواع الجديده. لو انت حاطط حاجات انت مش بتحتاجها على طول، هتلاقي انها بتقل الملف اولا، بتعمل لخبطه. فانا بحاول الحاجات الاساسيه معايا. ممكن تيجي هنا مثلا اديت تايب، واقول له زود لي تايب جديد خليه 22 مثلا، اوكي. وادخل هنا هزود مثلا اخليه 22 تمام. فانت كده عدلت على الملف دوت. لما سيفه كتمبليت وتيجي تفتحه في اي مشروع، خلاص بقى الرقم ده موجود معاك. يعني انت عملت الحاجات اللي انت كل مره بتحتاجها تمام. الدور جيت لقيت فيه مثلا النوع ده بس، انت على طول بتستخدم نوعين سنجل ودبل، خلاص يبقى انت هتضيفه، هتقول له لود فاميلي وتحمله في قلب المشروع. طب قدر لقيت فاميلي انت مش محتاجها، هتيجي هنا في فاميلي وتقول له سيرش وتدور على الباب الحاجه اللي انت مش عايزها وتقول له نيكست، يبدا يجيبها لك. ده التيك، مش هو ده اللي انا عايزه تمام. اهو الدور اهوت، تبدا تشوف الفاميلي اللي انت مش عايزها. ولكن مثلا النوع ده انت ما بتستخدموش خالص مثلا، او مش عايزه، هتقول له ديليت، هيلغيه. لو انت مستخدمه في المشروع دوت او موجود في قلب البلان، خلاص بيقول لك مش هينفع ان هو يتلغي، او بيقول لك لو اتلغى هيلغي لك كل الحاجات اللي موجوده في المشروع، فهل انت متاكد ولا لا؟ وهكذا كل الكولوم الروف الحاجات اللي انت بتستخدمها كتير بتبدا تحطها. لو انت بتعمل تمبليت ل حاجه مثلا ميكانيكال او الكتريكال، يبقى لازم تدخل قائمه سيستم وتتاكد ان الشغل بتاعك مظبوط. في حته كده معينه لما تيجي ترسم ضغطات، طبعا غالبا بنستخدم الريكتانجل والراوند بس، نادرا لما نستخدم الاوفال، بس هو استخداماته قليله يعني تمام. هتدخل هنا ايديت تايب، هتلاقي هنا الحاجات دي معموله الالبو بنان. يعني ايه الالبو بنان؟ انا اصلا ما عنديش البو في المشروع دوت، لان احنا فاتحين تمبليت معماري. لو تمبليت ام اي بي او تمبليت، في ساعات بيبقى التمبليت معمول للمعماري وانشائي وكهروميكانيكال لو هو المشروع صغير، واحنا الثلاثه هنشتغل على نفس الحاجه، فلازم اجي هنا وابدا اعمل التعديلات ديت. طيب انت هنا في التوصيله جاكشن هتشتغل بالتي ولا بالتاب؟ طيب تبدا تشوف، احنا غالبا مثلا في البايب بنستخدم التي، في الريكتانجل بنستخدم التاب، يبقى انا هعدلها التاب. هتلاقي الفاميلي دي كلها مش هتحملها. عشان احملها اعمل ايه؟ بسيطه، ببدا احملها في المشروع، بقول له انسرت واقول له لود فاميلي، وابدا احمل الفاميلي الخاصه بالفيتنج ديت تمام. هتيجي تقول له مثلا عايز مثلا ميكانيكال، هتبدا تشوف الحاجات الخاصه بالميكانيكال في الفيتنج وتبدا تحملها معانا في المشروع. ماشي، طيب مش قصتنا تمام. طيب ايه اهم الحاجات اللي انت هتعدلها؟ برضو الانوتيشن مثلا، هتبدا تشوف مثلا التكست، هل التكست الانواع اللي موجوده دي هي دي اللي انت عايزها، ولا في انواع تانية جديده تمام. طيب انا خلصت مشروع وعايز اسيف المشروع ده كتمبليت، ده اللي احنا هنتكلم فيه بالتفصيل. هتلاقي نفسك ارتحت جدا، هتلاقي الانواع اللي انت بتستخدمها موجوده، الخطوط موجوده، كل الحاجات اللي انت احتجتها لحد ما خلصت المشروع كاملا موجوده فيه، فتقدر تستخدمه كتمبليت. طيب اهم قائمه في القوائم كلها قائمه مانج، يعني كل قوائم بتلاقي حاجات عايزه تتعدل، بس قائمه مانج دي الاساسي بالنسبه لي. ليه؟ عندي اول حاجه الماتيريال، هتبدا تدخل تظبط الماتيريال. ممكن تلاقي نفسك محتاج بعض الماتيريال مش موجوده هنا، فتبدا تقول له لا ده انا عايز اعمل كرييت نيو ماتيريال وهسميها مثلا رخام، مفيش مشكله لو سميت الماتيريال بتاعتك بالعربي او بالانجليزي زي ما انت عايز تمام. حسب طبعا انت في اوقات هتضطر ان انت تكتب اسم الماتيريال دي في قلب اللوحه، فلو انت هتكتبها شوف انت في اللوحه نفسها هتحتاج عربي ولا انجليزي، لو محتاج انجليزي اكتبها بالانجليزي تمام. انا بس اوريك ان في امكانيه تكتب بالعربي. هتظبط الجرافيكس بتاعتها، قول له خدها من نفس الابيرنس. طب انا لسه ما ظبطتش الابيرنس، هتيجي هنا في الابيرنس وتختار اللاير اللي انت عايزها تمام.
طيب هتبدأ تشوف مثلا الماتيريال اللي انت عايزها، كريم يعني مثلا اي حاجة. تمام، بعد ما اخترت الماتيريال ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز الماتيريال دي ازود لها الفيزيكال بتاعتها، وتبدأ تزود الفيزيكال من المعلومات اللي هنا. طيب لا انا عايز فيزيكال وعايز برضو ازود السيرمال، فتبدأ تشوف انسب حاجة ليها في السيرمال ايه، وليك ان انت تعدل عليها. تمام، مثلا بلوك مثلا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، الارقام كلها متاحه ان انت تعدل فيها. تمام، دي فكره ان احنا زودنا ماتيريال. طيب بعد كده الاوبجكت ستايل، مهمه جدا الاوبجكت ستايل اللي انت هتعمله هنا هيتعدل في المشروع ككل. يعني انت عندك قاعده عامه ان انا هخلي مثلا كل الول في المشروع ككل لونه اخضر او احمر او زي ما انت عايز، وهنا ده اللاين ويت اللي هو سمك الخط نفسه في الطباعه. هو بيقول لك بروجيكشن، يعني الحاجة اللي مرسومة دي الحيطة أوطى من خط القطع، حيطة قصيرة فلذلك احنا عاملينها خفيفة. لو هي مقطوعة فيها يعني الحيطة أطول من خط القطع يبقى هتبقى ايه، 3، من هي عندنا من 1 ل 16، 1 خفيفة خالص، 16 بتبقى تقيلة. وبعد كده هنا اللاين كولر اللي انت عايزه، وهنا اللاين باتر شكل اللاين، وهنا الماتيريال هنا مديها ايه ديفولت، فتقدر تعدل هنا. ده هيتغير في كل الفيوز اللي موجودة في المشروع ما عدا الفيوز اللي انت مظبط فيه حاجه استثنائي. يعني لو انت اديته هنا لون مثلا احمر، تمام، بس جيت هنا في الفي في واديته استثناء قلت له في الفيو ده بس اديله لون اخر، هيسمع كلام مين؟ هيسمع كلام الفي في. ليه؟ لان ده تخصيص بعد تعميم. على سبيل المثال انا بقول ايه، كل الطلبه اللي سمعوا الفيديوهات بتاعت بيم اريبيا، تمام، عملوا انجاز رهيب ما عدا احمد عمل انجاز حلو، يبقى كده احمد عمل انجاز رهيب ولا حلو؟ كله واخد قاعده عامه ان هو عمل انجاز رهيب ما عدا احمد هو اللي واخد استثناء. تمام، طيب احترمنا لاحمد يعني. وبرده هتلاقي هنا مثلا في الاوبجكت ستايل الحاجات الخاصه بالانوتيشن، عند ايه الالوان انت عايزها، الحاجات الخاصه بالاناليتيك، تمام، اناليتيك بيم، اناليتيك وهكذا، كل الحاجات دي تبدا تظبط الحاجات اللي انت عايزها. في حاجات خاصه بالسبيس، في حاجات خاصه بالزونز، تمام. طيب الحاجات الخاصة بالامبورت اوبجكت اللي هو الاوتوكاد اللي داخل، تمام، هنا طبعا مش هيبدأ يحط كل لوحة الاوتوكاد، بس بيقول لي امبورت ان فاميلي، لو في حاجة محطوطة في قلب الفاميلي البروجيكشن بتاعتها هيبقى قد ايه، واللاين كولر بتاعها قد ايه، واللاين باترن، وهكذا، الا لو اتعمل لها استثناء. طيب لو في حاجة مرسومة، تمام، محطوطة في الاوبجكت ستايل انها تاخد لون احمر، بينما لما اترسمت في الفي في محطوطة انها تاخد لون اسود، وبعد كده الحاجة دي أنا علمت عليها وأنا عندي حوادث كتيرة، عندي حوادث كتيرة في المشروع أهو، ماشي، بس أنا قلت له بقى الحيطة دي تعالى هنا وأوفر رايد. يعني أوفر رايد يعني الحيطة دي ليها قاعدة استثناء عن الأوبجكت ستايل وعن الـ VV، الحيطة دي لوحديها بس أنا عايز أديها حاجات خاصة بيها، فتخش هنا وتبدأ تديها ماتيريال خاصة بيها وألوان خاصة بيها وهكذا. تمام، خلاص، يبقى كده كل الحوايط ليها الوان ما عدا الحته دي هيبقى ليها استثناء وهيبقى ليها لون خاص بيها في الفيو ده. طيب هي لسه ما خدتش اللون ليه؟ لان احنا لما عملنا كده في الاوفر رايت عملناها في السيرفيس باترن، لا احنا المفروض نعملها في القات باترن. فهاجي هنا اقول له ده سوليد، وهقول له ده ادي له مثلا لون ازرق مثلا. اوكي اوكي قط، لان هي اطول، لان احنا عاملين الارتفاع بتاعتها 8 متر. طيب لو جينا هنا مثلا قلنا له غير الارتفاع دوت من 8 متر لمتر، تمام، خدت اللون ده، عايزين نفرق بينهم عشان نعرف الفرق، خلينا نقول له ده مثلا خلي ده لون احمر مثلا، تمام، خدت اللون الاحمر لان هي اوطى من الكوت بلين. طيب لو خليناها بقى بدل 1000 دي خليناها مثلا 3000 هتاخد اللون الازرق. طيب دلوقتي بقى نروح لكوت مانج، هنلاقي عندنا السنابس اللي هي التجاذب، فانت ممكن تقول لا انا مش عايز سنابس خالص. يعني لو انت بترسم خط وفي خط تاني قريب منك هيبدأ يعمل سنابس. طيب انت عايز تعمل سنابس على الاند بوينت ولا ميد بوينت ولا نيرست زي ما موجود في الاوتوكاد، تمام، فتبدأ تشوف. وهنا اللينس دايمنشن لما يجي يعمل سنابس، طبعا بتفرق ال 25 وال 100 حسب انا عامل زوم قد ايه بالماوس، ودي خاصة بالانجلر، فدي برضو بنظبطها حسب ما انت بترتاح في الشغل. طيب البروجكت انفورميشن بيبدأ يجيب لي المعلومات اهيت، رقم المشروع و الحاجات دي كلها. طبعا انت المفروض اسم المشروع بيختلف من مشروع لمشروع فمش فارقه، بس لو انت بتشتغل مع نفس الكلاينت ممكن تكتب اسمه،
لو انت هتكتب اسم الشركه بتاعتك مثلا وهكذا، يعني تبدا تشوف الاعدادات. طيب الانرجي سيتنج تبدا تشوف ايه الاعدادات اللي انت بتشتغل عليها الافتراضي بتاعك، في حاجات خاصه مثلا يعني تبدا تشوف ايه الحاجات المشتركه، مثلا الاورجانيزيشن نيم اسم المنظمه بتاعتك اكتبه، الديسكريبشن بتاعها، البيلدنج نيم وهكذا. لو في حاجه مشتركه بين كل المشروعات بتاعتك السابقه واللي جايه اكتبها. لو هتختلف من مشروع لمشروع ما تكتبهاش لان انت كده كده هتغيرها. البروجكت بارامتر، لو في بارامتر انت بتستخدمه كتير حطه هنا، تمام؟ يعني ممكن تكون في بارامتر بتستخدمه مثلا خاص بترتيب الشتات حطه، الحته اللي انت شغال بيها حطها، تمام؟ في ترانسفير بروجكت ستاندرد ده مش من ضمن التمبليت بس خلينا نتكلم عنه. لو انا في حاجه عايز اخدها مشروع تاني بفتح المشروع التاني واقول له انقل لي الحاجه دي من المشروع ده للمشروع ده. خلينا ناخد مثال عملي، هفتح مثلا مشروع اهوت اللي احنا كنا شغالين عليه. تمام، اي مشروع اي ملف فيهم مثلا اللي هو دوت. تمام، خلي بالك ده الملف الاصلي، هو بيكتب لك شغالين على ريفيت 2021. ده ملف يعتبر زي اعتقد ده كان ده مش ملف سنترال ما دام الاثنين دول مش فاعلين معاك. طيب هنا سنترال بيقول لي كريت نيو لوكال، اقول له اوكي. هنا بيقول لي الملف ده انت فتحته قبل كده فاوفر رايت، يعني هنكتب على نفس الملف اللوكال اللي معمول قبل كده، او ابند تايم ستامب، يعني اعمل ملف جديد لوكال والملف القديم حط رقم التاريخ معاه بحيث يبقى انا معايا باك اب او نسخه ثانيه احتياطي. تمام، فانا هخليها تايم ستامب. هي مشكله تايم ستامب ان هتلاقي ماخد مساحه كبيره، فانت عشان كده بتخلي الشغل بتاعك اللوكال بتاعه موجود على ملف على الدي او الاي، المهم ما يكونش على السي. تمام، على اساس ما تلاقيش عندك السي اتملت وانت مش عارف تشتغل. طيب انا هنا هقول له تفيل الشمس ديت، مش لحاجه يعني مش هتفرق معانا في حاجه يعني. تمام، طيب في عنصر هنا محطوط بعيد عن المبنى، في سنك هنا محطوطه غلط ممكن نلغيها. نفعل بقى الشمس، الشمس اتعملت على مستوى اصغر، هي الشمس كانت كبيره عشان كان في عنصر بره خالص. طيب نرجع هنا ليفل 1، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي هنا ترانسفير بروجكت ستاندرد، بيقول لي انت هتنقل من المشروع التاني، ممكن تقول له انقل كل الاعدادات او تقول له لا ده انا عايز حاجه معينه بس، وليكن مثلا الوول تايب. هو مش هينقل حوايط، يعني مش هتلاقي حيطه زادت هنا، بس هينقل لي انواع الحوايط. اوكي، بيقول لي في حاجات موجوده بنفس الاسم هنا، فهقول له انقل لي بس الاسامي الجديده، لو حاجه موجوده ما تغيرش فيها. طيب دلوقتي اقول له اركتشر واقول له وول، واجي هنا هتلاقي في حاجات اضافت ما كانتش موجوده قبل كده، السوينج بول دي احنا كنا عملناها في المشروع اللي هناك. تمام، طيب رفعت ولا شعوذة؟ طيب هتيجي هنا على قائمه مانج، قلنا ترانسفير بروجكت ستاندرد دي مش موجوده في التمبليت بس ممكن وانت شغال في مشروع تحتاجها. تمام، البروجكت انيوزد ممكن تلغي الحاجات اللي مش موجوده في المشروع، كده هيلغي كل انواع الحوايط ما عدا النوع دوت. فما تستخدمش بروجكت انيوزد غير لما اكون واثق ان الملف ده مثلا معمول له ديتاتش وهو ده مش الملف الاصلي وانا مش هكمل شغل عليه والشغل خلص وهكذا. البروجكت يونت تبدا تظبط الوحدات بتاعتك، انت مثلا هنا الاريا بالمتر مربع، هنا بالملي متر، فممكن يحصل لك لخبطه فخلي الاثنين نفس الحاجه وهكذا. العمله بتاعتك يعني ابدا ظبط الحاجه بتاعتك. تمام، تقدر تستخدم اليونت سامبل بحيث تميز بينها. طبعا مهمه جدا بروجكت يونت لان في حاجات هنا خاصه مثلا بالانفراستراكشر، في حاجات خاصه بالانرجي تبدا تعدلها تشوف ايه الوحدات اللي انت هتشتغل بيها. الاستراكشر سيتنج تبدا تظبط الاعدادات بتاعتك. تمام، بدل كل مره تبدا مشروع تدخل تلاقي فيه اعداد غلط وتبدا انت تظبط الاعداد دي. طبعا الاعداد دي احنا شرحناها بالتفصيل في بيم اريبيا، وش الموضوع احنا بنحاول نركز على الحاجات اللي هي بتهم الاقسام كلها. الام بي سيتنج برضو شرحناها برضو تفصيل في بيم اريبيا. تمام، هو بيتكلم هنا شكل الهيدن لاين هيبقى عامل ازاي، طب الضغط سيتنج هيبقى عامل ازاي، الحاجات الخاصه بالميكانيكا والكهرباء. طيب اهم حاجه بقى في التمبليت هي القائمه دي، اديشن سيتنج، دي اللي هنقف عندها وقفه جامده ان شاء الله. تمام، ليه بقى؟ هنا دي اشكال الحاجات اللي انت شغال بيها، يعني مثلا الفيل باتر بيقول لك دي في الباترن اللي موجوده، في حاجه اسمها درافتنج وفي حاجه اسمها موديل. موديل بتبقى حاجه ثابته مهما غيرت السكيل مش هيفرق معاك، هو شكل البطاق كده.
تمام. انما درافت كل ما بتغير السكيل بتكبر وتصغر معاك، دي حاجه انت عاملها هاتشليك انت، مش هتبقى في الواقع. تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز الغي الهاتش ده، او تقول له انا عايز اعمل فيل جديد، فيقول لك مثلا ده البيزك بتاعي، طب انا عايزه مثلا متقطع بالشكل دوت، الزاويه بتاعته قد ايه، المسافه بين ده وده قد ايه، ممكن تقول له مثلا خلي ده مثلا 6 هيبقى بالشكل دوت مستطيلات وهكذا. طيب هنا اقول له كنسل، وادخل بقى في الاديشن سيتنج الماتيريال اسيت. احنا لما كنا بنعمل ماتيريال كان بيوديني الماتيريال اسيت عشان اخد المعلومات مظبوطه منه، فتبدا هنا تشوف الماتيريال اسيت بتاعتك، تبدا تعدل فيها، تبدا تلغي تزود زي ما انت عايز، تمام. هتلاقي فيه امكانيه في التعديل قوي. الاناليسيس ديسبلاي ستايل، يعني انا دلوقتي لما بكون انا شغال عايز اخلي الاناليسيس ديسبلاي ستايل ابدا اختار منهم، فبتقول له مثلا عايز واحد جديد اهوت، فبتقول له انت عايز بقى كولر سيرفيس ولا عايز ماركر وستكست، بتشوف ايه الشكل اللي انت عايزه وتسميه الاسم اللي انت عايزه كولر مثلا. اوكي الاعداد بتاعتك، الشو جريد وشو كاونتر والالوان تبدا تشوفها، الماكس والمين وهكذا. اوكي طيب واحنا شغالين هنبدا نشوفها انصدامات. طيب الشيت ايشيو اند ريفيجن، ايه الشيت ايشيو اند ريفيجن ديت؟ هنا دلوقتي انا ممكن وانا شغال ابعت المشروع بتاعي اكتر من مره، فده ريفيجن 1 ريفيجن 2 ريفيجن 3 وهكذا. طيب هقدر اضيف ريفيجن كمان. طيب خليني اجي هنا مثلا وليكن عندي لوحه، خلينا مثلا في اللوحه ديت في المشروع دوت، وانا عندي هنا مثلا عشان تبقى حاجه عمليه الناس تفتكرها، ده في الجزء بتاع الاستراكشر اهوت، تمام. طيب انا جيت هنا وعايز اعمل ريفيجن، وعايز احط مثلا كومنت انوتيشن واقول له ان انا عايز اعمل ريفيجن كلاود. اول ما عملت ريفيجن كلاود قال لي انت عايز ان ريفيجن فيهم ريفيجن 1 وممكن ريفيجن 2 وريفيجن 3، هنشوف ازاي نضيفهم دلوقتي. هتبدا ترسم بالشكل دوت. طيب هقول له تاج تي جي، هاجي هنا عاده بيقول له ان هو اتحمل في المشروع. طيب ما ده في التمبلي كل مره بتحتاجها فانت حطها في التمبلي على طول، تمام. طيب خلينا نشوف ريفيجن تاجز اهو، هيبدا يحط لك ان ده رقم 1. الحته اللي جايه دي مهمه يعني، لان بتحصل مشاكل كتيره جدا فيها وما تبقاش عارف ليه. طيب انت ممكن تختار ريفيجن 1 او ريفيجن 2 او ريفيجن 3. طيب خلينا نروح كمان مانج، واجي هنا اقول له شيت ايشيو ريفيجن، اضيف ريفيجن 2 3 4. طيب انا مش عايز اضيفهم بالشكل دوت، ممكن تقول له انا عايزها بالالفابيتك، تمام، وتحط كلمه قبليها وكلمه بعديها والنمبر والنمبر كام، تمام. تقدر تتحكم وتحكم اول الرقم كام، تمام. فتقدر تقول له انا عايز اضيف اد ودي خليها الفابيتك، تقدر تعدلها. وانت عايز طريقه التركيب بالبروجكت ولا بشيت؟ طيب ممكن تقول له ميرج اب، يعني ادمج لي ده مع اللي قبليه، فاي حاجه موجوده رقم 5 تاخد رقم 4، تمام. ده هقول له مثلا خليها الفابيتك، فهيبدا ياخد حرف الايه الفابيتك بقت ايه وبي، تمام. لو حاجه طلعت وخلاص خلصت هتقول له ايشو، خلاص ايشو خلاص دي طلعت. طب طلعت لمين؟ تقدر تكتب اسم اللي انت عايزه وطلعت بواسطه مين، وده انت عايز تشوف بقى الكلاود ان تاج ولا مش عايز تشوف نان ولا عايز تشوف تاج، ممكن تقول له نان. طيب ايه اللي حصل؟ اختفت. ليه؟ لان هي معموله رقم 1. طيب لو انا خليتها دي رقم مثلا 2، اقول له مثلا رقم 3، وخلينا نرجع تاني هنا ونقول له شيت ايشيو واقول له رقم 1 ده صدر، فخلص مش هيفرق معاك. لو حاجه موجوده برقم 1 هتختفي، لو حاجه موجوده بالارقام التانيه هتبقى موجوده، تمام. انا دلوقتي باعت اللوح لحد يراجعها ورقم 1 ده خلاص خلص واتوافق عليه وما بقاش تبعنا، فما ينفعش يبقى في كلاود واخد رقم 1 خلاص ما صدر قبل كده ما مش تبعنا، تمام. دي فكره الشيت ايشيو اند ريفيجن. طيب خلينا نحط حاجه في قلب شيت اهو، انا منظم الشتات زي ما احنا كنا نظمناه قبل كده، فهقول له ده اسكادولات الشتات، هقول له انا عايز نيو شيت واقول له خد التايتل بلوك دوت واسحب مثلا دوت من هنا لهنا، طيب. ممكن تعدل الشيت ان انت تعمل سيلكت كده وتقول له انا عايز مثلا نوع تاني من انواع الشتات، تغير النوع بتاع الشيت لو انت حابب ان انت تعدل الشيت، او يعني تقدر تعمل شيت جديد.
فانت ممكن تيجي تعمل سيلكت على دوت وهتلاقي هنا ده اسم شيت نيم والشيت ايشو ديت تاريخ الاصدار والحاجات دي كلها. طيب ممكن نيجي هنا ريفيجن اون شيت. طيب انا عندي هنا اي ريفيجن؟ لا، خلينا نيجي هنا ونقول له احنا عايزين ريفيجن من انوتيت، انا عايز ريفيجن كلاود اهو، وتبدا تختار مثلا ده ريفيجن 5 خلاص اهو. طيب اوكي، ونعمل ريفيجن تاني وهخليه عشان ياخد رقم 1، يقول لا خلي بالك ده صدر قبل كده. طيب انا هخليه ياخد رقم 2 مثلا. طيب انا دلوقتي بقى هاجي من هنا ريفيجن اون شيت، هقول له ده شو ان ريفيجن سكادول، خلوه يظهر في الريفيجن سكادول. هتلاحظ هنا ان دول محطوط عليهم علامه صح، هم كده كده هيظهروا. دول بقى لو انت عايز تظهرهم في الريفيجن سكادول براحتك، انا افضل ان انت تظهر بس الحاجات اللي فيها شغل، الحاجات اللي موجوده هنا. يعني هنظهر ريفيجن 2 وريفيجن 5 اوكي، بس هو بيديك امكانيات كده. فانت هنا بتظبط الاعدادات بتاعت الشغل تمام، فبدل ما كل مره تلاقي في مشاكل لا تقدر تدخل تظبط الاعداد بتاعت الشيت ايشو. طيب اللاين ستايل، كل مره تلاقي نفسك مثلا عايز تعمل لاين ستايل مثلا بلون معين، فتخش في قلب المشروع توقف المشروع عشان تعمله، لا اعمله في التمبليت. يعني هتعمل لاين ستايل مثلا نيو ونسميه مثلا فاير، ماشي فاير سيفت طبعا، مش هنعمله عشان نولع في حد، احنا هنعمله عشان ما نولعش في حد تمام. من 1 ل 16 نخليه مثلا رقم 4 وهنخلي لونه احمر، اي حاجه فاير لازم تبقى لونها احمر حسب الكود. اللاين باترن بدل سوليد هنخليها مثلا داش بالشكل ده، تقول له اوكي تمام. ده انا ما رسمتش حاجه، انا بس عملت الاعدادات تمام. طبعا في حاجه من الاثنين، يا اما انت ماسك مشروع فاضي خالص وبتعد بتعمل التمبليت بتاعك وده هيبقى ميزته ان الملف هيبقى خفيف معاك، او بتختار مشروع وتحوله لتمبليت وده ميزته ان انت هتلاقي الفاميلي اللي انت بتستخدمها عاده، بس هيبقى الملف في التمبليت بتاعك تقيل تمام. يعني على سبيل المثال مثلا انا الشركه بتاعتي شغاله في كذا برج، فانا ممكن البرج دوت استخدمه كتمبليت للباقي بعد كده تمام. طيب التمبليت خلي بالك ما فيهوش ورك سيت، لو انت فعلت الورك سيت، ودي قلناها في اول فيديو ما نسيتش بس عشان اكد عليه، لو انت فعلت الورك سيت مش هيستف معاك كتمبليت، لازم تعمل ديتاتش، وانت بتعمل ديتاتش تقول له انا مش عايز الورك سيت عشان تقدر تشتغل تمام. طيب خلينا نرجع كده ونقول له اللاين ويت. اللاين ويت هنا بيقول لك ايه، لما تكون مختار السمك بتاع الخط 1، ده كانك بتشتغل مثلا بسمك خط معين في الاوتوكاد بواحد على 10، فالخريطه دي ما بتفرقش غير في ان انت بس تبقى عارف المعلومات دي، تقدر تعدل فيها او تعدل تمام. بس انا مفضل ان انا اسيب الحاجه زي ما هو موجود، لان هي دي الستاندرد اللي الناس شغاله بيها تمام. طيب اللاين باتر تمام، اللي هي الخط نفسه هيبقى محطوط سنترال اللي هيبقى شكله ايه، لو هو داش هيبقى هو. طب اقدر اعدل؟ اه تقدر تعدل على واحد فيهم، تقول له ايديت، بيقول لك الداش هيبقى طولها قد كذا وبعد كده في سبيس بمسافه كذا. طيب عايز انا اعمل واحد جديد، هقول له نيو واسميها مثلا ام او، وبعد كده تقول له مثلا التايب بتاعي، لا اما داش لا اما دوت لا اما مفيش. طيب داش وتختار مثلا الفاليو بتاعتها مثلا 1، طيب بعد كده مثلا سبيس بمقدار مثلا 2، وبعد الداش هتختار مثلا نقطه بمقدار 2 وهكذا. يبقى ده نوع الخط اللي انت هتشتغل بيه. طيب بيقول يو ماست هاف سبيس، انت المفروض تبقى في سبيس هنا. طيب خليها سبيس مثلا، اه احنا مولناش هتبقى قد ايه، مثلا 3 اذا دوت سيجمنت، اه سيجمنت مالهاش. طيب السبيس قول مثلا 3. طيب دي ام او. طيب خلينا مثلا نيجي هنا في موضوع اللي هو اللاين ستايل تمام. خلينا نختار مثلا الخط اللي احنا نكون اي خط مثلا منهم، وليكن مثلا خلينا نعمل خط جديد ونسميه ام او او، وده في قلب اللاين، وهقول له هنا بدل سوليد والحاجات دي انا عايز ام او، اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي اللي هو عباره عن خط ومسافه ونقطه وهكذا تمام اوكي. طيب لما هاجي هنا في الانوتيت في المشروع الحقيقي، يعني الرسمه اللي انا هرسمها دلوقتي في الديتيل لاين دي بتبقاش موجوده في قلب التمبليت، هقول له ديتيل لاين واقول له انا عايز ارسم بالام او. بص الشكل بتاعه عامل ازاي، خط وبعد كده مسافه وبعد كده خط قصير وبعد كده مسافه وبعد كده خط طويل ومسافه وهكذا تمام. لازم لما افتح المشروع ما يبقاش فيه اي حاجه مرسومه هنا،
يبقى بس في بس الحاجات اللي تساعدني يعني، دول انا محتاجهم الاربعه دي فيشن، لان كل مره بحطهم. لو انت في الشغل بتاعك ما تحطهمش خلاص شيلهم. طيب في المانج اديشن سيتنج هندخل هنا في الاعداد بتاعه الاندرلي، اللي هي لو انا شغال في فيو وعايز اشوف الدور اللي تحتيه، فبيقول لي السمك بتاعتها يبقى قد ايه، فانا بقول له نفس السمك. نوفر رايت يعني ما تغيرش الشغل بنفس الحاجات. لو في باترن نفس الحاجات، الهاف تون نفس الحاجات، تقدر تعدل او تقدر تخلي الحاجات خفيفه تقيله. انت دلوقتي عرفت لو انت شغال في اي مشروع مش شرط تمبليت وعايز اعمل تغيير للاعدادات اعمل ايه. السان سيتنج لو انت في حاجه في مضايقك في السان سيتنج تقدر تدخل هنا في الاعداد دي وتعدل فيها في الحاجات الافتراضيه. اديشن سيتنج كل اوت تاج، كل اوت اللي احنا بنرسمها بيبقى في تاج مرسوم عليها، فانت عادي ينفع تغيره؟ اه ينفع. كل ما تيجي ترسمه تقدر تقول له مثلا لا انا مش عايز اي كول اوت هيد، مش عايز راس ليها، او تغير يبقى في فاميلي كذا فاميلي تقدر تغير بينهم. الريديس قد ايه؟ لو انت عايز تكبر الريديس او تصغرها تقدر تصغره من هنا. تمام. طيب عشان تعمل الكول اوت هتيجي هنا هتقول له الكول اوت اهيت، ده لو هو شكل مربع، او ممكن تقول له انا عايز اعمل سكتش وترسم بقى اللي انت عايزه حسب اللي انت عايزه. طيب وده الراس اللي احنا بنتكلم فيه ماشي. طيب لو في برضو حته حيله كده في الكول اوت ممكن نقولها دلوقتي، وانت بتقول له كول اوت ممكن تقول له ريفرنس اذر فيو، يعني انا مش عايز الكول اوت ده يوديني على الجزئيه دي، لا ده انا عايز يودوني للفيو تاني، وتختار الحاجه اللي انت عايزها من هنا. بمعنى خلينا نطبقه في الشكل ده عشان يبقى واضح اكتر. هاجي هنا من فيو واقول له كول اوت واقول له ريكتانجل. لما انا هرسم على الحته دي صاله المعيشه مع السلم، وجيت هنا وقلت له جو تو فيو، هيعمل ايه؟ هيديني نفس الحاجه دي. طيب لو انا جيت تاني وقلت له لا انا عايز ارسم بقى كول اوت جديد، بس اقول له ريفرنس اذر فيو، يعني انا عايز ارسم في مكان بس لما هدوس عليه يوديني المكان تاني خالص. ليه يوديني المكان تاني خالص؟ انا مش عايز اشوف نفس المكان، لا ده انا عايز اشوفه مثلا في تفصيله معينه معموله عندي في الديتيله، موجوده اوتوكاد، موجوده اي حاجه. فتيجي هنا تلاقي قائمه كبيره تقدر تختار منها. على سبيل المثال مثلا هختار رندر 3 دي وابدا اختار من هنا لهنا. طيب وتقدر تيجي هنا وتقول له ايه جو تو فيو، فيوديك للفيو دوت، يديك يوديك للوحه ثانيه. فدي من ضمن الحيل اللي بتسهل علينا الشغل. ليه؟ في بعض الاوقات بيبقى انت عندك نفس الحمام مثلا وانت عامل عليه كذا 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 كول اوت، فانت عايزهم كلهم يودوك نفس الكول اوت بدل ما كل مره تدخل وتعمل تفاصيل، فانا بستخدم ان كل دول يوديني لنفس المكان. طيب نعود لقائمه مانيش، وهخش هنا في الاديشن سيتنج. الافيشن تاج نفس القصه برضو، هتدخل وتشوف لما ترسم الافيشن بيديك رمز معين تقدر تختار وتغير الرمز اللي موجود. طيب في العادي لو انت داخل من غير تمبليت هتلاقيه زيرو نون. السكشن تاج برضو نفس الحاجه، الشكل بتاع السكشن تاج الهيد ممكن تعدله، التايل بتاعه البروكن سكشن لما تيجي تقطع هيبقى شكله عامل ازاي. تيجي تقطع مثلا عندك سكشن اهوت وجيت عملت عامل تقطع ديت وقلت له مثلا سبليت سيجمنت سكشن، احنا بنتكلم بعد علامة القطع ديت اللي هي دي. طيب احنا دلوقتي هندخل هنا تاني وهقول له مثلا الراو هيد. لما بتيجي ترسم اي حاجة بتختار الراو هيد بتاعتك، فانت تختار مثلا الشكل بتاعها، هل هي الراو، هل هي بوكس، هل هي لوب، زي ما انت عايز. فلتك هيملاها لك ولا لا، الراو كلوز عايزه مقفول ولا لا، الراو ويز انجل الزاوية بتاعتها قد ايه. يعني على سبيل المثال مثلا اي حاجة، لو انت مثلا قلت له انا عايز من انوتيت اعمل تكست، والتكست ده اخترت ان هو يكون فيه الراو. تمام. فهنا الراو اهو ده بالشكل دوت، ممكن تدخل بقى هنا تختار نوع تاني، او تيجي هنا اهوت وتقول له انا عايز مثلا الليذر الراو هيد 30 ديجري. تمام. طيب انا عايز ال 30 ديجري دي انا مش هعدلها، بس هاجي هنا في المانج واقول له فين الراو هيد، هيبدا يجيبها لي، فانا هقول له فين الراو 30 ديجري اهي. انا عايز اعدل بقى الحاجات بتاعتها، انا عايز دوت وعايز التك سايز مثلا تبقى 5 وعايزها تبقى فيل، فتمام فعدلها لك. رغم ان هي هياها هي هياها اللي هي تكست 2.5، ولما دخلنا هي الراو 30 ديجري، بس احنا عدلناها في الاصل. فانت كده هتبقى كل التاجات اللي هترسمها تبقى بالشكل دوت. عشان كده اهميه ان انت تبقى فاهم
ازاي تعدل هنا. وزي ما بقول لك كل اللي انا بشرحه النهارده ممكن اثناء شغلك، مش لازم في التمبليت بس. طيب بعد كده حاجه اسمها تمبور دايمنشن. تمبور دايمنشن لما تعمل سيلكت على اي حاجه بيبدا يعمل لك دايمنشن بينه وبين الحاجه الثانيه. مثلا كان عندنا حوايط هنا، فين الول الحوايط اهي، لما بتيجي تعمل سيلكت او بتيجي ترسم بيبدا يعمل لك دايمنشن مؤقت. طب الدايمنشن المؤقت ده عايزه يكبر عايزه يصغر، فتمبور دايمنشن او بيقول لك خليها من الفيس، لا خليها من سنتر لاين بتاع الحيطه، خليها سنتر اوف كور، تبدا تختار الدور اند ويندو من سنتر لاين ولا من الاوبننج، انت بتشوف انهي الافضل لك. هي طبعا الافضل تبقى من الاوبننج مش من نص الباب، بس هو بيديك اختيارات انت تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب الديتيل ليفل اللي هي لما تيجي تعمل مثلا يوز ذا تيبل تو كنترول ذا ديتيل ليفل يوزد فور نيو فيو، لما تيجي تعمل فيو جديد والسكيل بتاعه مثلا 1 لـ50 هيخلي دي كوارس، طيب لو هي 1 لـ10 هيخليها ميديوم، لو هي ديت فاين، لو هي 1 لـ1 هيخليها فاين، وهكذا درجه التفصيل بتاعتها. تمام للفيو الجديد، لو انت جيت من فيو هنا وقلت له انا عايز اعمل بلان فلور بلان جديد، فيبدا هو يشوف لك هيتعمل ازاي. طبعا انا لازم اشيل العلامه من دي لان الليفلين دول موجودين هنا اصلا. طيب نرجع لكونت مانج وهقول له اسمبلي كود، ده الملف اللي احنا هنشتغل عليه في الاسمبلي كود، فتقدر تقول له براوس وتبدا تختار اللي انت عايزه، بحيث ان هو يبدا يديك الرموز دي. من ضمن الحاجات اللي هنستخدمها في الانوتيشن عشان نكتب الكتابات بتاعتنا، بنلاقي عندنا الاسمبلي كود وبنلاقي عندنا الكينوت، بنبدا نحط رموز معينه للشغل. تمام طيب دي اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها في المشروع بتاعك. طيب لو انا دلوقتي عندي بقى حاجه صعبه شويه اهوت، ماشي المشروع دوت عايز احوله لتمبليت، ايه المشكله اللي فيه؟ هنا بسيطة جدا، اجي هنا اقول له فايل، تمام، بس بعد ما الغي الحاجات دي لان الحاجات دي احنا قلنا لازم يكون الملف فاضي خالص، اقول له فايل واقول له سيف از تمبليت. هو مش مديني انا سيفه كملف، لا لازم انت كتمبليت، تمام، هو سيفه كار تي. طيب ويبقى تمبليت ونقدر نشغل عادي. طيب لو انا هنا بقى لازم اجي هنا في 3 دي وادوس والغي كل حاجة، بدل ما ادخل فيو فيو واقعد الغي، لا انا اقدر اجي هنا واقول له علم على كل حاجه ديليت، تمام، هقول له امبن ديليت امبن ديليت وتلغي كل الشغل. ليه؟ التمبليت بس في حاجه مرسومه في اعدادات، انت دلوقتي ظبطت الاعدادات وانت شغال فمش محتاج تظبطها تاني، تمام، محتاج بس تاكد، بيقول خلي بالك ان في مساقط هتتلغي وفي حاجات هتتلغي، طيب الغي كله. تمام طيب بيقول لي انت لغيت الليفلات كلها. طيب خلينا ندخل كده في الايديشن، تمام، الجريدات طبعا انت مش محتاجها، هتعمل ايه؟ هتدوس هنا على الجريد هيختلف من واحد لواحد، بس انا عايز الاعداد بس، هقول له اعمل لي سيلكت على كل الليفلات دول، لو انت مش محتاجهم هتعمل سيلكت على واحد فيهم وتقول له الغام لكلهم، وكذلك السكاشن، انت مش محتاج سكاشن في المشروع، وهكذا. تمام طيب انت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت مش محتاجها وتلغيها، يعني لو في سكادوال انت محتاجه سيبه، حاجه خاصه بالمشروع ده بس مش هتحتاجها تاني خليها، يعني فيو شيت والشيت ليست والحاجات دي هتحتاجها كتير. تمام طيب دي اسامي الشيتات. طيب هل انت هتحتاج الشيتات دول؟ اكيد لا، هتختلف مشروع لمشروع. انا محتاج مثلا الشيت بتاع الغلاف دوت، خلاص هخليه ديليت. تفضل تلغي الحاجات اللي انت مش محتاجها بحيث وتدخل على الفيوهات وتتاكد ان مفيش حاجه انت مش محتاجها او زياده عن التمبليت. بعد ما تخلص هتقول له فايل وتقول له سيف از تمبليت، هيرفض. ليه هيرفض؟ عشان انت عندك هنا ورك سيت، احنا قلنا ما ينفعش تتعمل كورك سيت. فالحل ايه؟ الحل وانت بتفتح الملف، خلينا نفتح ملف تاني، لازم تلغي الورك سيت دوت عشان يقدر يتعامل معاه. طيب هاجي هنا اقول له مثلا انا عايز البيلدنج دوت اهو السنتر، قبل ما تفتح هتقول له ديتاتش. ديتاتش معناه ايه؟ يعني انا عايز افتح ملف ملوش علاقه بالاصل، اقول له اوبن، بيقول لي ديتاتش اند بريسيف ورك سيت، يعني افتح واعمل ديتاتش منفصل عن الملف الاصلي وحافظ على الورك سيت، لا انا عايزك تعمل ديسكارد ورك سيت. في العادي بتاعنا كل مره بختار ان انا عايز احافظ على الورك سيت، ليه؟ لان في بعض الحاجات بتبقى مرتبطه بيه، انما لو انت عايز تعمل تمبليت هتقول له لا الغي الورك سيت، بيقول لي مش قادر افتحه، ليه؟ عشان مفتوح دلوقتي. طيب يبقى لازم تلغيه.
تمام، او تفتح ريف التاني او مش قادر يفتحه ويعمل له كده عشان هو اصلا مفتوح دلوقتي. طيب هاجي دلوقتي اقول له اوبن وهبدأ افتح الملف اللي احنا اتفقنا عليه. هقول له دلوقتي ديتاتش واقول له اوبن واقول له ديسكارد ورك سيت. يعني ايه الورك سيت؟ لو انا لغيت الورك سيت يبقى مطلوب مني بس ان انا انظف الملف واعمل سيلكت اول والغي واتاكد ان كل الملف سليم وتعمل ليفلات خاصه بيك انت، يعني الغي كل الليفلات اللي موجوده ما تخش غير الليفلات اللي انت عايزها. تمام، طبعا احنا قلنا ان كان في مشكله هنا اللي هو ان في حاجه كانت طايره هلغيها لما تيجي تلغي الشمس دي وتفعلها تاني هتلاقيها اتعملت على مستوى صغير لان هو كان فاكر ان في امتداد للمبنى. طيب دلوقتي تقدر تقول له فايل سيف از، هتلاقي ان انت تقدر تسيفه كبروجكت وكتمبليت، وتقدر تسيفه ككلاود موديل وتشتغل عليه ككلاود موديل، هتقدر تسيفه كتمبليت بامتداد ار تي اي. طيب احنا كده اتكلمنا بما فيه الكفايه على المشروع التمبليت. طيب في حاجه تانيه برضو هنتكلم عنها اللي هو لو في فاميلي تمبليت. فاميلي تمبليت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقول له نيو فاميلي او كونسبشوال ماس، ده خاص بيه، ده نوع من انواع الفاميلي اسمه كونسبشوال ماس، قبل ما ابدا شغل ببدا اشتغل عليه وبعد كده لما بخلص بخرج جوه المشروع. طيب انا اقول له نيو فاميلي وابدا بقى اختار ده هنا فاميلي تمبليت، اقول له مثلا عايز انجلش وابدا اختار. ده معناها ايه؟ لو انا عايز ابدا فاميلي جديده ممكن اقول له جينيريك موديل وتبدا فاميلي جديده خالص زي كده. تمام، طيب لو انت عايز تبدا دور يبقى اخش على دي وابدا اعدل واحط وتخش قصه طويله، لا هقول له انا عايز ابدا كدور، هيبدا يعمل لي حيطه ويبدا يعمل لي اوبننج ويبدا يظبط لي الاعداد بتاعتها ويظبط لي كل الحاجات بتاعتها قبل ما افتح، شايف ان هو مظبط لي. وكذلك لو انت عايز تعمل لايتنج هتلاقي في حاجات خاصه باللايتنج موجوده، لو حاجه خاصه بالميكانيكال اكويبمنت مش هتلاقي حاجه مرسومه. يعني خلينا نفتح الباب وهنتكلم عنها في الفاميلي بالتفصيل يعني، بس لما تيجي تفتح الباب هتلاقي في حيطه اهي وتلاقي الاعدادات بتاعت الباب. تمام، تقدر تعدل فيها تقدر تلغيها، ده شكل الفريم مثلا سهل لك كتير جدا. هتلاقي فيه كذا برامج خاص بالباب، هو مش مديك باب، هو مديك حاجات تساعدك في ان انت تعمل الباب بدل ما تبدا من الصفر. تمام، طيب لو جيت هنا هتلاقي ان هو مظبط لك الفاميلي كاتيجوري بتاعتك على انها دور وبيقول لك انها الوز فيرتيكال، بيسهل عليك الاعدادات والشغل. فدي فكره التمبليت ان انا ما ابداش من الصفر، لا ابدا وانا معايا حاجات تسهل عليا. طيب خلينا نتكلم في حاجه ثانيه برضو كتمبليت، حاجه ثانيه كتمبليت. احنا كده كلامنا كان مشروع كتمبليت وكفاميلي تمبليت، خلينا نتكلم على الفيو تمبليت. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام عشان نبدا ايه في حاجه جديده. طيب خلينا نفتح مثلا المشروع اللي احنا كنا فيه من شويه دوت. تمام، ايه الفيو تمبليت؟ انا دلوقتي عندي مثلا برج عباره عن 1000 دور، فالفيو مثلا مظبط على اعداد معينه، فالطلب منك لا معلش هنعدل تعديله معينه، بدل ما انت بتعملها 51 خليها 1 ل 60، مضطر تطلع الواحد واحد فيهم. تمام، لا في حاجه اسمها فيو تمبليت، يعني بعمل له اعداد معين وكله يمشي على نفس الحاجه. ماشي، طيب خلينا هو ده تقريبا لسه ما عندك شويه، خلينا مثلا نيجي الطبق هنا، خلينا نيجي هنا مثلا ده اللي في السرير. عندي هنا منسوب بالمحلات ومنسوب ومنسوب. طيب خلينا نروح كده للفيو وهقول له ان انا عايز اعمل بلان فيو فلور بلان، دي الفيوهات اللي موجوده. طيب خلينا نعملهم كده كلهم. طيب لو حد لاحظ واحنا بنعملهم قال لي ايه طيب فلور بلان، تقدر تدخل هنا في الايديت طيب وتعمل تعديل للتعديلات، من ضمن التعديلات ايه الفيو تمبليت اللي انت هتشتغل عليه. تمام، ممكن اقول له خلي مثلا اللوحه اللي هتعمل جديده هتشتغل على الفيو تمبليت اللي اسمه مثلا ارتكشر بلين، دي الاعدادات ما دام بتعلم عليه صح هنا يبقى هياخد الاعداد دي، يبقى هو اوتوماتيك هيبقى 1 ل 100، اوتوماتيك هيبقى كوارتز. ممكن تقول له لا خليها فايل. تمام، تقدر تشوف الاعداد دي كلها، مثلا الفيو رينج تقدر تدخل هنا هيقول لك الدور اللي فوقيه الدور اللي اسست ليفل الدور اللي انا فيه زيرو والبوتوم بتاعه زيرو والكات بلاد 1 ل 200 والتوب بتاعي ليفل اباف مثلا زيرو، او تقدر تقول له هو نفس الدور بس زود عليه 3 متر مثلا. تمام، هنا بيظبط موضوع الفيو رينج. الاندر ليه مش بتعلم عليه صح يبقى هو مش هياخد الاعداد دي. طب هقول له اوكي واقول له اوكي. تمام، انا اقول له انا عايز لي البدروم مثلا،
عمل البدروم وعمله بنفس الاعدادات وحط اليو تمبليت بتاعه اركتكتشر تمبليت. يعني ايه يعني ايه فيو تمبليت؟ يعني انا ممكن اروح معلم مثلا على كل دول وبلاش الاليفيشن، كل دول هقول له دول فيو تمبليت بتاعهم اركتكتشر بلان، يبقى هو ياخد نفس اعدادات الاركتكتشر بلان ويبدا يشتغل بيها. اوكي خلاص هو كده اوتوماتيك اركتكتشر بلان. طيب انا لو جيت هنا مثلا في منسوب الرصيف وجيت اعدل هنا هيرفض ان انا اعدل، ليه؟ لان هو مرتبط بالفيو تمبليت. لو جيت دخلت في الفي في هلاقي ان هو مش سامح لي ان انا اعدل فيه. امتى يسمح لي؟ لو انا دخلت هنا في اركتكتشر بلان وقلت له نان، كده خلاص هو مش مرتبط بدي فيقدر تعدل عادي، او خليها اركتكتشر بلان عادي بس هتدخل بقى ايه شايف الفي في قول له سيبه يعدل براحته. ما دمت شلت علامه صح يبقى هو من حقه انه يعدل فيو سكيل. تمام تقدر تعدل في دي، والفي في هتلاقي حاجات تنفع تعدل فيها وفي حاجات انت قافلها ما ينفعش تعدل فيها حسب اللي انت سامح بيه. لو انت معلم صح يبقى خلاص دي مش هينفع تعدل فيها، لو شلت العلامه يبقى اي حد من حقه ان هو يعدل فيها. طيب خلينا مثلا من سوبر رصيف اهوت، او خلينا نمسك واحد جديد، خلينا مثلا هنا مثلا في الاليفيشن، هاجي هنا ادوس رايت كليك والاقي حاجه اسمها ابلاي تمبليت بروبرتيز. طيب لو انا اخترتها ايه اللي هيحصل؟ هياخد الخصائص دي ويحطها في الفيو دوت بس مش هيربطها بالفيو تمبليت. يعني لو قلت له ابلاي تمبليت بروبرتيز واخترت الاليفيشن دوت وقلت له اوكي، خد نفس الخصائص وعدل فيها تمام، بس حتى الان الفيو تمبليت بدن. تمام لو انا جيت هنا وقلت له ابلاي تمبليت بروبرتيز واخترت واحد تاني وقلت له ابلاي اوكي، هو بياخد الخصائص بس ما عملوش فيو تمبليت ما ارتبطش بيه. لازم تيجي هنا وتقول له اركتكشر اليفيشن، ساعتها خلاص هو ارتبط بيها. يعني الفرق بين هنا وهنا ايه؟ ان انا لو جيت هنا وقلت له ابلاي هياخد الخصائص بتاعت التمبليت ويحتفظ بها عنده وخلاص هو اتعدلت بالالوان. يعني اي ابلاي بروبرتيز وجيت هنا مثلا قلت له انا عايز الخصائص اللي هي بتاعت 3D مثلا واخترت دي مثلا اوكي، بيقول لي خلي بالك ده نوع مختلف يعني. تمام قلت له ماشي تمام. طيب انا ممكن اجي هنا واقول له كرييت فيو تمبليت، يعني اعمل كرييت للفيو تمبليت من الفيو دوت، خلي ده هو ايه الاصل بتاعك. طيب خلينا نعدل فيه شويه، مش مدين ان انا اعدل عشان هو مرتبط بالاركتكشر اليفيشن، هقول له نان وعدل بقى زي ما انت عايز، خلي ده مثلا بالشكل دوت، خلي بالك دول اشكال عاديه. طيب اجي هنا واقول له ايه كرييت فيو تمبليت واسميه مثلا كلر واقول له اوكي، او بيقول لي الكلر اعداداته كذا، خش عدل زي ما انت عايز وتاكد من اللي انت عايزه. تمام هاجي على دوت على الاربعه دول وهقول له خش نان واقول له انا عايز كلر واقول له اوكي، تعالى خش هنا هتلاقي ده كلر، خلاص ده كلر، هتخش هنا هتلاقي ده كلر. الفيو تمبليت بتفيدني ان انا عندي عدد كبير جدا من الفيوهات وكلهم نفس الحاجات. لو انت عندك هو كل حاجه فيها فيو واحد خلاص نشتغل، بس هو اغلب الشغل في المشاريع بتاعت الريفت او البيم بيكون مشروع كبير، فبيكون اسهل لي ان انا اعمل فيو تمبليت وسهل على نفسي. انا صراحه في الفيو تمبليت سهل عليا كتير جدا، ولما استخدمت الداينامو بيسهل عليا اكتر. الداينامو من حاجات البرمجه كنا شرحناها في بيم قريبه بالتفصيل، دروس كتير في بيم قريبه وان شاء الله نعمل لها برضو كل محاضره كده متخصصين فيها، بتسهل عليك الشغل. بمعنى ايه؟ عايز تعدل الاسامي فيهم كلهم مره واحده، عايز تعدل حاجات في الشكل مره واحده، كان بيسهل علينا كتير جدا الحاجات اللي هي متكرره كتير. يعني حاجه تعمل 100 مره فبدل ما تعملها واحده واحده لا ممكن مره واحده تدي له امر ويروح مخلص معاك. كده احنا شرحنا موضوع التمبليت، نرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا وما تكونوش طولنا عليكم.